فرح نبدأ بأولى فقراتنا لليوم ورح نروح للصحة النفسية بموضوع يمكن هي مواضيع شائكة وهامة وبتهم الآباء كتير، ونح نحكي عن سلوك الأطفال العدواني. أكيد ميسان، هذا السلوك العدواني اللي اختلف فيه العلماء النفس وعلماء الاجتماع بسبب عوامل كتير يمكن بتأثر بهذا السلوك العدواني، بين يمكن أشياء ممكن يمارسها الأهل بطريقة خاطئة، ممكن التأثير اللفظي لبعض هاي خلينا نقول التأنيب أو حتى التعنيف بالمنزل، وحتى وسائل خارجية وعوامل خارجية. كل هالأمور رح نبحثها مع ضيفتنا اليوم بالاستوديو الاختصاصية النفسية كيندا عيسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير كيندا. كيندا، كثير بنسمع أنه يمكن نحن عندي طفل عنده عدوانية أو عدواني، لكن خلينا نعرف شو هو السلوك العدواني عند الأطفال أو السلوك العدواني بشكل عام. هلا بداية العنف هو موجود والعدوان موجود منذ وجود الإنسان على سطح الكوكب، وهو اختلف نمط التعامل، نمط الأسلوب يلي عم يتبعه الإنسان ضمن حياته منذ البداية لهلا. بس نحن لحتى نعرف السلوك العدواني فينا نقول أنه هو سلوك موجه تجاه الذات أو الآخرين. يعني نحن فينا نعنف حالنا أو فينا نعنف الآخرين، ففينا نفهم من هون قصة الطفل يلي بيروح لما بيعصب بيروح بيضرب راسه بالحيط أو بيصير يمكن بيضرب الآخرين، ففيه يكون تجاه نفسه أو تجاه الآخرين. طبعا هو سلوك ناتج عن حاجة غريزية ما تلبت، فهو بيعبر عنها بطريقة عدوانية. هذه الطريقة العدوانية ممكن تكون إلى أشكال متنوعة. يعني العنف نحن بنعرف فيه له أنواع، العنف أنواعه هو الجسدي، اللفظي، والمعنوي. أكيد نحن الأهم بالنسبة إلنا هو دائماً نطلع له الجسدي، منتغافل عن الـ الأنواع الثانية، لكن هي بالأكيد هن كلياتهم مهمين. أكيد. طيب خلينا يمكن نحكي شوي ونفصل عن بدايات تشكل هذا العدوانية أو عند الأطفال، أسبابها، عواملها. أكيد. هلا بداية الطفل من عمر السنة منبلش منشوف أنه هو بلش يصير في عنده عدوان بطريقة ماما بدك تأكل؟ لا، أنه هو بالنسبة له لا والأي هن مانن حقيقيين. وبنفس الوقت العدوان ببلش يعني يزداد لسن الأربع سنين، فمنسمي العدوان من سنة لأربع سنين هو عدوان وظيفي، يعني لتأدية وظيفة معينة فقط لا غير. بعد الأربع سنين لخمس سنين بيتراجع العنف أو العدوان الوظيفي ليصير عدوان متعمد، يعني أنا أصادن عن قصد، أنا بروح بضرب رفيقي لحتى شلحه مثلاً شيء غرض معين. يمكن لألفت نظر كمان. طبعاً لا ألفت نظر، هلا في كتير أمور، يعني الحاجة أم الاختراع والحاجة عند الطفل بتخليه يعمل أي شيء. لكن مثل ما سألتي وتفضلتي أنه العوامل اللي بتخلينا نحن نروح، يعني منشوف أطفال عندهم عدوان زائد أطفال لا، بيتبعوا أساليب مختلفة. هلا العدوان هو قلنا فيه أصل غريزي تحدث عنه علماء النفس، وأكثر نظرية تحدثت عنه هي نظرية التحليل النفسي اللي قالت عن الإنسان بأنه هو حصان يجر عربتين هما العدوان والجنس. بالأخير الطفل لما نحن بدنا نربيه ببيئة اجتماعية مقامة على العنف، يعني بمعنى أهلين الأهل والدين قاعدين عم يتخانقوا كل الوقت، عم بيفوتوا الطفل بصراعاتهم بخناقاتهم بالمشاكل اليومية، حتى بصير هو طرف فيهم. نحن منشجع أجباري بدأت تنتقل هاي الحالة العنف للطفل بالضرورة، يعني بالضرورة، لأنه بصير هو التعبير عن حاجاته عن رغباته عن طريق العنف، ليس عن طريق الحوار، ليس عن طريق الطلب، ليس عن طريق أي أمر تاني. هو بيتحول اللغة المسادة يعني للتواصل بالبيت هي العنف، وهي يمكن العنف اللفظي، ممكن الشتائم مثل ما قلنا. يعني واحدة من الأمور يلي نحن ما بننتبه لأنه نحن يمكن نحكي كلمة ما أنا مظبوطة مع الطفل، هيك بنكون نحن عم نعنفه للطفل أو مع الأم أو الأم للأب. يعني كل هاي الأمور هي الطفل بالمرحلة الأولى وخصوصي بالخمس سنين الأولى هو مقلد، يعني هو بيحاكي الواقع اللي عنده، هو بيشوف كيف عم يتواصلوا الأهل، بيتواصل مع رفقاته، بيتواصل معهم، فبيشوف أنه معقول أم تشي بتشتكي مثلا، أم بتقول
ابني عمره سنتين ثلاثة بيضربني، هي هو ما عم القصد هو ضرب العنف الجسدي، وإنما هو الرد على إنه أنا بدي هاي القصة إنه أعطيني المفتاح. يعني نحن ممكن نحس إنه إمتى بيدق ناقوس الخطر إنه أنا لازم هلأ أعرف إنه ابني عم يصير عنده عدوان حقيقي، هو بيكون باتجاه الآباء أو باتجاه أطفال من عمر هذا الطفل، أو أنا كيف بعرف إنه لأ هذا ما بقى شيء طبيعي، ما بقى شيء عادي إنه أنا لازم أسكت عليه؟ تمام. هلأ نحن بيجينا كتير شكاوي لنقول من المدارس، لما بصير الطفل بيروح على المدرسة نحن كأهل كتير يمكن نتسامح، منقدر نلاقي طرق للتواصل مع طفلنا، بس بالمدرسة لما بيجي وبتجي بتقلنا نسأل عن الطفل بيقولولنا عم بيعض، يمكن عم يضرب رفقاته، عم بيشاغب أمور، لما بصير في عنا هاي الشكاوي عم بتأثر على دراسته، عم بتأثر على تواصله مع رفقاته، الأولاد ما عم بيحبوه، هون صار فينا لازم نروح على يعني اختصاصي يساعدنا بحل هاي المشكلة. يعني بعد تقريبا بيبلش هذا التدخل قبل لا. ما فينا لا طبعا نحن مو عم نقول انه نحن عم نشوف وين في مؤشرات بتقدر تساعدنا انه لازم نروح، صار لازم نروح، بس لا نحن كمان في عنا وقاية، يعني نحن مو ضروري يصير في عنا نحن مشكلة لحتى نعالجها، نحن في عنا جزء كثير مهم هو الوقاية يلي بيتمثل بأنه أنا يصير في عندي إرشاد وضبط لموضوع الأعلام، نحن موضوع الأفلام الكرتون اللي بيحضروها الأطفال هي لما ما بيكون في ضبط أو توجيه أو أمور معينة من الأهل، الساعات المفتوحة على التلفزيون هذا شيء كتير غلط، يعني أنا الساعات الغير محدودة من اللعب الألعاب الإلكترونية اللي هي أغلبيتها كلياتها في عنف ضربت وقتلت وكلياتها أسلحة، كمان هي بتصعد من موضوع العنف، فأنا ضبطها كتير مهم بعملية الوقاية، لما أنا ما بخلي المربيات الأجنبيات يعني اللي ممكن بيكونوا موجودين بالبيت أنه هنن يربوا أطفالي، لما بتواصل مع أطفالي بطريقة أفضل، لما أنا بيكون على تواصل مباشر مع المدرسة مع أي حاجات بتكون صارت جديدة عن طفلي، يعني الانتقال من مرحلة الطفولة ليصير بمرحلة الابتدائية بالمدرسة للمراهقة وفهم هاي الحاجات، يعني أنا إذا اشتغلت على التثقيف، وطبعا مشكورين الإعلام يعني دايما عم بيغطي هاي المواضيع كتير مهمة، تثقيف الأهل كتير مهم، هنن يعدوا يقروا عن مواضيع هامة بهاي التغيرات النفسية اللي بتصاحب تغيرات بالعمر، أنه يضلوا هنن على تواصل أكيد. هذا شيء كتير مهم أكيد. هي عم نحكي كوقاية طبعا أكيد. طب خلينا نحكي كمان، يمكن في أطفال معروفين من هنن وصغار بيقولوا عنه هذا شقوة، يعني شقي، كيف فينا نميز بين الطفل اللي عنده شوية شقاوة زايدة يمكن وبين الطفل اللي فعلا عم بيمارس هل التصرفات ليلفت نظر أو ليكون عنيد، أو مثل ما قلتي يمكن طريقة تعاملنا الغلط معه أفرزت هاي النتيجة؟ هلا الطفل المشاغب يلي نحن بنقول ما بيقعد ما بيهدى، نحن بعلم النفس من يعني كثير بنحبه وبنشجعه وبنقول عنه انه هو رح يتطور الذكاء يلي عنده، اتركوه هذا شيء رح يطلع مبدع بس هيك عم يستكشف، اتركوه هلا تمام. الاستكشاف هو اللي بيخلي الانسان يتطور وينمى تفكيره، اما الطفل يلي قاعد بيسمع الكلمه هذا نحن ما بنحفزه كثير، وبنحاول انه نلفت نظر الامهات انه ما كثير نكون عم نضبط يعني بقسوة بأنه نحن نحد من سلوكه، طبعا الضبط واجب لكن مو ما يتطرف لحتى أنه الطفل ما يتحرك، يعني هذا شيء ما أنه مزبوط. أما مثل ما تفضلتي سلوك العناد، سلوك الضرب، سلوك هاي السلوكيات يلي بتكون مبالغ فيها، يعني مثلا لنطرق لسلوك الضرب، لما نشوف طفلين عم يضربوا بعض إن كان إخوات أو لا مو إخوات، نحن أقصى عقوبة وليس العقوبة الجسدية، أقصى عقوبة منروح عليها لحتى نمنع هذا الموضوع، يعني دغري منعمل فصل إبعاد للطفلين عن بعضهم ومنعاقب الطفل اللي قام بموضوع الضرب تمام؟ ما فينا نتجاهل مثلا بموضوع العناد، بموضوع السلوكيات الثانية فيني أنا أتجاهل مرة، ممكن أضبط مرة، ممكن أوجه مرة، بس بموضوع الضرب هو دائما لازم دغري فصل ويكون يعني العقاب مناسب
حجم المشكله اللي سببها. طيب وقت بيكون انا عندي طفل عدواني، شو هي الاليات اللي لازم نتبعها لحتى نحن نخفف من هي العدوانيه، وخصوصا اذا اكتشفناها بمراحل صغيره؟ يعني خلينا نقول ام عندها طفل عمره 4 سنين، يمكن هو بالتعامل معه عم يكون في عدوانيه بالتعامل مع امه، او حتى وقت عم يلتقى باطفال صغار عنده صراخ عنده بكاء، لحتى مثل ما قلتي يمكن ينال الغرض يلي هو بده اياه، كيف شو هو الاسلوب المناسب لتتدخل فيه الام بهي اللحظه؟ تمام. السلوك المناسب هو انه انا لما بيكون شكلت ثقافه حوار مع الطفل مع طفلي، فهو رح يعبر لي بثقافه الحوار وما رح يروح لموضوع العنف مباشره. ممكن اذا ما رديت، تجاهلت، ما تواصلت معه، غبت عنه فتره طويله، ايه بيروح لسلوك العنف. لكن بالمرحله الاولى اذا انا مشكله ثقافه حوار مع طفلي، بلبي حاجاته وبشوف حاجاته، ما رح نوصل لهذا الموضوع. وكثير مهم كمان انا لما بصير في عندي تغير، يعني انا انتقلت من البيئه المنزليه من المنزل حطيته بروضة بمكان آخر، هون بدي انتبه أنه ممكن يعاني من مشاكل بتلافاها كمان، بأنه أنا أكون على تواصل مع الروضة، بيكون على تواصل مع المربية الخاصة اللي مسؤولة عنه. هون بفهمها، يمكن أعطيها شوية ملاحظات هو عن طبعه، عن هذا بيتلافى كثير من الأمور، وبنفس الوقت بصير في تفهم من الروضة لحاجاته، يعني كطفل جديد جاي على الروضة. أكيد. صحة أول شيء كيندا عيسى الاختصاصية النفسية، بدنا نتشكر وجودك اليوم، قضيتي معنا يمكن على بعض خلينا نقول المراحل الأساسية بتكوين شخصية الطفل لحتى يكون إنسان سوي بالمستقبل. شكرا لوجودك، شكرا لوقتك. شكرا، شكرا كثير لك. نتمنى أكيد كل الأهالي يمكن يتبعوا هاي النصائح ويعرفوا أنه يمكن هذا الطفل هو مشروع لحتى يربوه يمكن تربية جدا سليمة، فهذا يعني عبء يمكن على عاتقهم، لكن أيضا مسؤولية لازم هن فعلا انه يتحملوها. اكيد سلمى رح نتقل